السلام عليكم. اليوم مع وصفات الماي تقوم بهذا الحلوى. الذوب في اليد قبل ما توصليها لفمك الذوب. الوصفه تاعنا ما فيهاش البيض وما فيهاش الخميره. هايله تحفه بواحد المكونات هايله، يعني المكون الاساسي تاعها هو الكاوكاو. يلا تبعي معايا الاخير اكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذه الحلوه تاعنا اليوم. اول حاجه نبدا بها عندي هنايا ارطل تاع الكاوكاو. نستعملوا الكاوكاو اللي بقشوره 500 غرام كاوكاو اللي رايحه نحمصها، يعني وما دابينا نحمصوهم مليح. نعرفوا ان الكاوكاو الا ما تحمصش مليح ما يجيناش بنين في الحلوه. اذا راح نحمص مليح مليح الكاوكاو ونعاود نرجع لكم. من بعد ما حمصته ها هو معنا، خليته حتى ولا دافي، ماشي سخون سخون، دافي. كي يولي دافي انا نحكمه ونطحنه، يعني هذه المرحله مهمه هكذا باش يطحن لنا مليح ويخرج لنا شويه هذيك الزيت نتاعو. اذا نديرو في الميني اشواخ، اذا ونطحنو مليح حتى تحسي انه يعني ولا رطب هذاك الكاوكاو ولا نار رطب. نطحنوه مليح مليح مليح. بسم الله. اذا ها هو معنا، شوفوا كيفاش تطحن. لازم يطحن لنا مليح تحسي انه يعني ولا كتله واحده هنا باش نحبسو يعني الطحين تاع الكاوكاو. بعد ما طحنت الكاوكاو مليح، هنا عندي 250 غرام مارغرين اللي تكون طريه، رايحه نزيد عليها هذاك 500 غرام نتاع الكاوكاو اللي طحنته مليح مليح. مثلا هنا تقدري ديري نصف الكميه ونزيد عليهم كاس ونص تاع السكر غلاس اللي هي 170 غرام. جينا كاس ونص سكر رطب، واش راح نزيد معاهم مغرفه صغيره تاع لافاني. هذا واش فيها وصفه، ونزيد عليهم الفرينه. هذا ما كان ما فيها خميره ما فيها بيض، اذا مغرفه صغيره تاع لافاني ونخلط كلش مع بعض حتى تنسجم لنا هذيك لا مارغرين مع الكاوكاو والسكر. اذا نخلط كلش مليح مليح. شفتوا الكاوكاو كيفاش تحمصوه هكذا باش يجينا بنين، والحلوه الا طولت لك ماشي رايحه تغمد. اذا نخلط هكذا مليح مليح. اذا بعد ما خلطتو مليح ها هو معنا، دوك نبقى نزيد في الفرينه حتى نتحصل على العجينه اللي تكون طريه. دوك الفرينه ديري كي تحصل على داك القوام الطري اللي نقدر نشكل به كرات نحبسو الفرينه. اذا نلمو العجينه تاعنا. بعد ما لميت دائما شوفي يدك ناشفه ونتستي ونشوف العجينه هايله طريه ونقدر نشكلها. لازم تكون هكذا طريه يعني ما تكونش ناشفه باش التشكيل تاعها يجينا سهل. نبدا نشكل في الحلوه، نحكم بشويه تاع العجينه، ندير هكذا كرات صغيره نهبطهم شويه ونديرهم سنيبه هكذا. الكبر دوك انت هنا تتحكمي، نديرو حسابنا اننا حنديرو حبه فوق حبه. نهبطو هكذا شويه ونحطو في السنيبه بهذه الطريقه. اذا نكمل نعمر السنيبه اللي عندي. بعد ما عمرت السنيبه الاولى مازال قد ما زدت نعمر السنيبه واحده اخرى، ندخل من الفرن على 160 170 درجه. ماشي راح يطولو، الا كان الفرن سخون يعني هكذاك بالتقريب واحد 10 دقائق يطيبو، غير يطيبو يتحمروا لنا حاجه قليله من تحت نخرجها. هذه الحلوه هذا وين طابت وخرجتها. كي تخرجيها وتمسيها تحسي انه طريه بزاف ماهيش طايبه، هذيك هي خرجتها خليتها طابت 10 دقائق وخرجتها. تكون خليها حتى تبرد تماما باش نحيها. ديروا حسابنا راهي تكبر تفتح شويه وتنفخ. اذا بعد ما بردت الحلوه هي في الوصفه الاصليه يديروا غاناش وشوكولا، يعني كريم فخاش وشوكولا ندوبهم بعد نستعملهم. انا اليوم حبيت ندير حاجه سهله، راح ندير نلصقهم غير بالشوكولا للطلاء اوبتيلا. اذا واش ندير انا باش تجيني الخدمه سهله برك، نحكم نعمر في كيس حق الزيتر باش تجيني الخدمه سهله. اذا نفتح نعمر ونلصق. اذا وندير كميه نتاع الشوكولا اللي طالع، ندير حبه عليها الحلوه تجي طريه تجي هايله. نضغط عليها ضغطه خفيفه
هكذا باش تهبط لنا الشوكولا وتتوزع لنا. ها هي الحبه تاعنا، نزيد شحال من حبه بهذه الطريقه ونلصق حبه مع حبه. اذا نكمل كامل الكميه اللي عندي. الوصفه تاعنا اليوم ها هي معنا واجده. شحال قطعت لي؟ قطعت لي هذه الكميه يعني، وانا كبرت الحبه شويه. تصغروها تقدروا دير لكم اقل يعني. هذا هي الوصفه تاع لي ماكارون التقليديين بالكاوكاو. تحفه تحفه تحفه. اللي يحبوا بنت الكاوكاو فقط تبعي الطريقه، حمصيه مليح الطحنيه مليح وديري بهذه الوصفه، اكيد اكيد راح تنال اعجابك. اذا راح نقسم منه قطعه هكذا باش نشوفوا عن قرب هذه الحلوه كيفاش عامله. هذه الحلوه بزاف 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 طريه كما سبق وذكرت، تذوب في اليد قبل الفم. اذا بسم الله راح ندي هذه الحبه ونشوف يعني الوصفه الاصليه بلا غاناش وشوكولا. انا حبيت نديرها بشوكولا طالع هكذا باش تجيني الخدمه سهله. اذا بسم الله شوفوا، شفتوا تقسم بكل سهوله بنتها بنه. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفة، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.